تسأل عن القسمة والنصيب في الزواج، وهل على المرأة أن تخرج من البيت حتى يحصل لها النصيب ويراها الناس، أو بماذا توجهونها، وهل هناك دعاء معين لمثل هذه الأحوال؟ جزاكم الله خيرا. على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تتوكل عليه وتحسن الظن به وأن تلتزم بشرائع الدين، والله جل وعلا ييسر لها. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. عليها أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن تحافظ على دينها وعلى الأخلاق الطيبة والاحتشام. وأما خروجها وظهورها ليراها الناس ولتخطب، فهذا فيه محاذير، قد تتعرض للفتنة وقد تتبرج بالزينة بدعوى أنها تريد لفت النظر إليها، فيحصل بهذا محاذير، وهذا غير مشروع، بل هو محرم إذا بلغ إلى حد التبرج وإظهار المحاسن للناس للرجال، هذا محرم. لكن عليها أن تتقي الله وأن تتوكل على الله وأن تحسن الظن بالله عز وجل، وسيأتيها ما قدر لها. نعم.